Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. أثناء انشغال العالم بالحرب الطاحنة في أوكرانيا، أعلن الجيش الروسي بدء تدريبات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة دولة الصين، بالإضافة إلى كل من الهند وبيلاروسيا. وتأتي تلك التدريبات في سياق تدعيم العلاقات بين القوى العظمى والتي يقصد بها الصين وروسيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمر الصين من جهتها بأزمة دبلوماسية مع أمريكا منذ زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وقامت الوزارة بنشر مقاطع فيديو للأسلحة المستخدمة في التدريبات، بالإضافة للعديد من الطائرات العسكرية. وبحسب ما قالته موسكو، سيتم الاستعانة بأكثر من 50,000 جندي و 140 طائرة و 60 سفينة حربية خلال تلك التدريبات. جو بايدن يهاجم ويتهم الصين بالقيام بإبادة أقلية الإيغور المسلمة، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة محاسبة دولة الصين، بعدما قامت الولايات المتحدة بتقديم تقرير عن إبادة أقلية الإيغور في مدينة شينجيانغ الصينية. كما شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بضرورة فرض العقوبات على الصين والقيام بمحاسبة بكين في أسرع وقت، وذلك بسبب ما تقوم به الصين من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في منطقة الإيغور. وصرحت الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الصين خطوات للإفراج عن المساجين المحرومين من حريتهم داخل المعسكرات الصينية. وفي رد للحكومة الصينية على التقرير الأمريكي، وصفت بكين التقرير بأنه مهزلة، وقامت باستنكار تلك الاتهامات وقالت أن المعسكرات الصينية وسيلة لمحاربة الإرهاب في البلاد، وحثت الصين الولايات المتحدة على عدم نشر التقرير، واتهمت المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنه متواطئ مع أمريكا والغرب ضد دولة الصين العظمى. من ناحية أخرى، الرئيس الفرنسي ماكرون يقوم بتحذير دولة لبنان، حيث قال الرئيس ماكرون أن أي مواجهة جديدة مع الكيان الصهيوني سوف تكون في غاية الفتك وستجلب الدمار على لبنان. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن الرئيس ماكرون بأن أي حرب بين لبنان وإسرائيل سوف تدمر دولة لبنان، وسوف تكون أشد فتكا من حرب إسرائيل الثانية على دولة لبنان والتي نشبت عام 2006. ونقلت الصحيفة أيضا أن الصراع مع إسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين لن يصب في مصلحة لبنان. وطالب الرئيس ماكرون بضرورة عدم تسييس ملف ترسيم الحدود بين البلدين لعدم حدوث أي نزاعات محتملة. وفي تقرير لموقع 45 الأمريكي، أشار إلى مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من الغواصات الروسية الجديدة، وأنها تشكل خطرا كبيرا جدا للولايات المتحدة. وبحسب الموقع، قال أحد الضباط في الجيش الأمريكي أن البحرية الروسية ذات إمكانيات مخيفة ولديها العديد من القدرات الحربية، ولكن وفي الآونة الأخيرة دخلت الغواصة النووية بي اس في الأسطول الروسي. وذكر أن الغواصة الروسية مجهزة بأحدث وأقوى الأسلحة الموجودة في العالم، وقال أن الروس الآن لديهم غواصة نووية قادرة على إطلاق توربيدات نووية وصواريخ مدمرة. وحذر أيضا من أن تلك الغواصة سيكون باستطاعتها تدمير المدن في بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا بشكل عام، ولن تستطيع أي دولة منهم إيقاف تلك الغواصة النووية الفتاكة. وفي مسعى لإظهار أوراق قوة روسيا وسعة شبكة علاقاتها وتحالفاتها الدولية، بدأت في شرق البلاد مناورات وتدريبات عسكرية تستمر أسبوعا. وبدأت هذه المشاركة بين قوات من الصين والهند ودول أخرى. فهل تتحول مناورات روسيا لحلف عسكري جديد مثل الناتو يضم أقوى جيوش العالم؟ تضم هذه المناورات جيوش المشاركة بتصنيف ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم، وهما الجيش الروسي والصيني، إضافة إلى الهند التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم. ويرى باحثون وخبراء عسكريون أن هذه المناورات الضخمة مؤشر واضح إلى أن الروس يعقدون العزم على وضع الأساس لحلف عسكري ضارب وموازن لحلف شمال الأطلسي، وهو حلف الناتو. وحدث هذا في ظل تصاعد الأزمة في العلاقات الروسية الصينية الأمريكية،
اللافت أن الهند رغم علاقاتها المتينة سياسيا وتجاريا مع الغرب، لكنها تشارك بهذه المناورات، وهو ما يمثل ورقة قوة بيد روسيا والصين في سياق صراعهما مع دول الغرب، وذلك عبر إثبات قدرتهما في استقطاب دول كبيرة ومؤثرة لصفهما. وتهدف المناورات لإثبات أن موسكو تملك القوة العسكرية الكافية لإجراء تدريبات مكثفة رغم مشاركة قواتها في عملية عسكرية كبيرة بأوكرانيا. قالت شركة الاستخبارات الفضائية الإسرائيلية أن روسيا قامت بسحب النظام الجوي المتقدم S-300 من دولة روسيا، وتأتي تلك الخطوة بسبب النقص الحاد في الأنظمة الروسية عقب الحرب المحتدمة في أوكرانيا، حيث كشفت صور الأقمار الصناعية عن عملية نقل بطارية الدفاع الجوي الروسي من سوريا إلى دولة روسيا، وذلك النظام هو الذي قام بردع وتدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بالهجمات على الأراضي السورية. وزعم المراسل الإسرائيلي أن تلك الخطوة كانت ضرورية جدا لروسيا لتقوية وتعزيز صفوفها العسكرية في حرب أوكرانيا. وإذا ما تم تأكيد تلك المعلومات والأخبار الإسرائيلية، فإن ذلك يصب في مصلحة الطيارين الإسرائيليين الذين سوف يحلقون بحرية باتجاه سوريا، ذلك بعدما كان الطيران الإسرائيلي يخاف الاقتراب في الآونة الأخيرة سبب الدفاعات الروسية التي حصل عليها أفراد الجيش السوري. وبذلك سوف يصبح المجال الجوي السوري متاح أمام طائرات الاحتلال الإسرائيلي دون أي إعاقة.